راتب مساء الخير. مساء الخير يعطيك العافيه ماجد، شو اخبارك؟ تمام نشكر الله. بدي تطمن الجمهور، كلهم بيسالوا عنك راتب الوحداتيه والفيصلويه والرماتنا والعقبويه والمعانيه، كلهم بيسالوا عن راتب العوضات. اول شيء بنقول لك شكرا اخوي دكتور ماجد، بنشكر القناه الرياضيه اللي دائما متواصله من زملائكم، نشكرهم، نشكر الشعب الأردني، نشكر جميع الجماهير الأردنية ممثل بأنديتها بأنديتنا المحلية، نشكر كل واحد أردني من بالوطن العربي أو خارج الوطن العربي على التواصل الدائم اللي كان. وبتأسف أنا على عدم الرد لأنه كنت بفترة العملية يعني ممنوع أنه أتكلم بالتلفون. بشكرهم، هذا الشعب الأصيل هو الشعب الأردني زي ما عودنا جلالة سيدنا جلالة أبو حسين، المحبة والمودة والتسامح. نشكرهم جميع أطيافهم الشعب الأردني، وبقول لهم الحمد لله إن شاء الله إن شاء الله، عندي يقين بالله الله شافاني الحمد لله. وبالنهاية كل هذه الأمور ترجع لربنا، هو الخالق، هو أدرى بخلقه وأعلم بخلقه، وأنا راضي بحكم الله الحمد لله. أنا شايف حالي أنه أمور جيدة إن شاء الله، وبتمنى لكم التوفيق لجميع الأندية الأردنية، وبخص جمهور الفيصلي بتمنى له التوفيق، وإن شاء الله أنه ربنا يكرمهم اليوم إن شاء الله مباراة كأس السوبر افتتاحية الموسم، وإن شاء الله إحنا بجوز بير الشوطين جالسين ان شاء الله انه بعد الشوط الثاني ان شاء الله انه يكون الفيصلي فائز ان شاء الله. وهي بالنهايه فوز وخساره، بتمنى من جمهور الفيصلي الصبر على نادي الفيصلي. نعم، وعندنا دوري ان شاء الله ببلش بدايه مرحله الشهر القادم ان شاء الله بشهر 3، وبنتمنى لجميع الانديه التوفيق ان شاء الله، ولمنتخبنا الوطني ان شاء الله في التصفيات ولنهائيات ابطال كاس العالم ومن ثم تصفيات كاس. اول ما اجى الخبر انه راتب راح يعمل عمليه بالمركز الحسين، يعني جزء انا تابعت بالمواقع اكثر من 200 الف صوره نزلت لراتب العوضات على كل العالم، شو تحليل العالم هاي اللي كانت كلها عايشه موضوع راتب العوضات؟ والله انا اول شيء بشكر الله، من أحبه الله حبب خلقه فيه، فأنا يعني هذا امتحان جزء من ربنا، إنه ربنا نورني إنه الحمد لله. أنا ما كنت بعرف إنه الناس بتحبني لهالدرجة، فبشكر الله، بقول لربنا لك الحمد يا رب، وإن شاء الله الله يقوي إيماننا إن شاء الله، ونضل متواصلين مع الله دائما مع الله إن شاء الله. والشعب الأردني كله كافة إنه مش عارف شو أحكي له، يعني قد ما أحكي أنا مقصر فيه، وبشكرهم وبقول لهم شكرا لكم، الله يشفي جميع المرضى ان شاء الله. كل الشعب الاردني دعا لك يا رب. بارك الله فيه، وان شاء الله ما يشوفوا شر ان شاء الله، وما يشوف البلد الا كل خير ان شاء الله، لانه بلد اصيل وبلد عنده قائد محنك، قائد محبوب الله يطول عمره سيدنا الشعب العربي، والله يطول بعمره سيدنا. نعم، راتب العوضات نقول الان الحمد لله على السلامه، الامور تمام ان شاء الله، طمن الناس ان شاء الله. انت الضبع هل يغلبه المرض يا راتب؟ شوف هو مش بإرادة الله، هو كل شيء بإرادة الله، وان شاء الله انه الله ان شاء الله انه شفاني من دعوات الناس اللي استدعت لي، وشكرا لهم، والله بتمنى لهم التوفيق. محلو بعد المرة، يعني كل حلوات انت الحلو حبيبي يا راتب. شكرا لك، الحمد لله على السلامة اخوي وحبيبي وصديقي راتب العوضات اللي كنا نشارك كل شيء.